بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أخذنا بالأمس شيء من كتاب البيوع ولله الحمد والمنة، فماذا أخذنا؟ ماذا أخذنا بالأمس؟ الأصل في البيع الحل، نعم، وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى هو القسم الثاني من الفقه على ما قسمنا عبادات ومعاملات، وقلنا يلحق بالمعاملات أشياء تأتي بإذن الله تعالى. فالأصل في البيع الحل، وفي المعاملات الحل كلها، نعم، العبادات كلها حرام إلا لنص. أراد أن يصلي نقول حرام، لا تصلي حتى تأتي بدليل على هذه الصلاة، صحيح؟ أراد أن يصوم قل لا تصوم، ما حكم الصيام في حقه؟ محرم حتى يأتي بدليل على الصيام، لأن هذه عبادة، مفهوم؟ نعم. يسبح على صفة كذا، يعني 1000 تسبيحة مثلا، نقول حرام حتى تأتي دليل على هذا التسبيح، لأنها عبادة. أما العادات اصنع ما شئت إلا لنص. هذا اللباس الآن برنص، لو قال له هذا اللباس محرم، نقول لا، على الأصل اللباس حلال، أنت تدعي التحريم لابد أن تأتي بدليل. لبس حرير، نقول الأصل في لبس الحرير جواز والحل، عندما جاء الدليل انتقل من التحريم من الحل إلى التحريم على الرجال، وسيأتي بإذن الله تعالى. تعاملت أنا وأنت معاملة، تشتري مني هذه السلعة، تقول نعم، بكم؟ 2 يورو، تعطيني 2 يورو وأعطيك هذه السلعة، يصح؟ الأصل الجواز، مفهوم؟ نعم. اجلس. شروط البيع، أولا نريد نعرف أركان البيع. أركان للبيع أركان: عاقد ومعقود عليه وصيغة، عاقد ومعقود عليه وصيغة. عاقد، من الذي يعقد؟ البائع يعقد عقد مع المشتري، صح؟ ومعقود عليه السيارة البورش، نعم، مثلا. الصيغة يقول بعتك هذه السيارة البورش ب5000 يورو مثلا، أقول قبلت. عندنا بعض المعاملات اليوم ليس فيها لا إيجاب ولا قبول، وأنت تعرف هذا، أنه جرى عرف الناس في هذه الأيام على هذا البيع وليس فيه إشكال. وقلنا عندنا أمور 3 ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحرم البيع: الربا والظلم والغرر والجهالة. ربا، ظلم، غرر وجهالة. هذه المكائن الآن التي تبيع الماء أو العصير أو الحلوى، صحيح؟ يوجد مكائن في الشوارع أحيانا تضع 1 يورو أو 2 يورو يخرج لك قارورة بيبسي أو عصير، يصح البيع؟ لم يحصل إجابة قبول، لا حصل. كيف؟ التسعيرة موجودة عندك هنا، لأنه قد يأتيك إنسان وقال لا، هذا لعله بيع غرر، نقول لا، الأصناف موجودة لديك، تدخل وتختار، والأسعار موجودة لا إشكال. كذلك تدخل أحيانا إلى السوبر ماركت، إلى بقالة تشتري سلعة، وأنت تعرف سعر هذه السلعة، سعر السلعة معروف، تضع النقود وتمشي ولا تكلم حتى يعني هذا صاحب الدكان، لأنها معروفة،
الأسعار بعض الأشياء أسعارها معروفة لا أشكال فيها. فإذا خلى من الربا ومن الظلم والغرر والجهالة كان البيع صحيح. ذكرنا من شروط البيع التراضي، رضا البائع وكذلك رضا المشتري. خرج بهذا بيع المقصود صح؟ نعم. هذا لم يرضى بالبيع، أقول لا لا الله يعوض عليك فأخذ المبيع وأمشي، لا يصح. الثاني على المحرم أخذنا؟ ما أظن. طيب صورنا ذكرنا بالأمس أمثلة، هل يصح هذا البيع اللي تراه في بعض المحلات كل ما في هذا المحل ب10 يورو، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن الثمن معلوم والعين معلومة أيضا. نعم، لكن قال اختار أو أي شيء تضع عليه يدك فهو ب10، وقد يضع على ما يساوي 10 وقد يضع على ما يساوي 5 أو 1 أو ما تبلغ الحصى من الأرض أو من السيارات على ما مثلنا بالأمس. لا بد أن يكون البائع مالك للمبيع أو مأذون له فيه كالوكالة على ما ستأتي بإذن الله تعالى، صح؟ نعم. فإذا باع ما لا يملك البيع باطل. نعم. طيب أمثلة إخواننا، بالأمس ذكرنا أمثلة على بيوع. نعم، بيع الآبق يعني العبد، الآبق يعني الذي خرج عن طاعة السيد. فهل يصح بيع العبد الآبق؟ لا يصح، إلا في حالة واحدة أذكرها الفقهاء رحمهم الله، إذا كان يقدر على استرجاعه. وأنت تعرف أن بعض الناس يعني بإذن الله يقدر على إرجاع بعض الأشياء، لا من باب السحر، انتبه. نعم، أو كانت لديه طيور فقال أبيعك هذا الطير وهو في الهواء، يصح. السمك في الماء، يصح بيع السمك في الماء؟ يصح في حالة واحدة، إذا كان لديه حوض أسماك، محل بيع الأسماك كبير ووضعوا أسماك في حوض، فيقول تشتري هذا السمك؟ يقول نعم، يخرجها له مباشرة. أو الطير، من عادة هذا الطير أنه يطير ويرجع، كما في الصقور مثلا، يعني مربى معلمة تطير وترجع، يقول هذا يصح لأنه مقدور على تسليمه، مفهوم؟ إذا بيع العبد الآبق الذي فر عن سيده، نعم، محرم. والطير الشارد كذلك. السيارة المسروقة يصح؟ لا. نعم. طيب، أو يقول بعتك إحدى السلعتين وكانت مختلفة في الثمن، لكن إذا متساوى في الثمن قلنا يصح، لديه معرض سيارات نوع واحد أو أجهزة هواتف محمولة نوع واحد، وقال خذ أي جهاز إما اللون الأبيض أو الأحمر أو الأزرق، يصح؟ يصح، ولا إشكال في هذا. طيب، هل يصح بيع الحمل؟ هل يصح بيع الحمل؟ لماذا؟ لأنه غرض، لأنه قد ينزل الحمل ميتا، وقد يكون ذكر وقد يكون أنثى وقد يكون أعرج أو كذا. هل يصح بيع الناقة وهي حامل؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هل يصح بيع البيت والدار دون النظر إلى الأساسات ومن في داخل الجدران؟ نعم، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم،
ذكرنا شيء من أنواع الربا، من يذكر لي أنواع الربا؟ نعم. ربا الفضل، ربا الفضل هو ربا الزيادة أو لا؟ ربا الفضل، والثاني ربا النسيئة. النسيئة يعني التأخير، والفضل يعني الزيادة، مفهوم؟ طيب اجلس. الذهب والفضة، العلة في الذهب والفضة هو الثمن، يعني مثل الذهب والفضة العملة الورقية الآن، هل يصح بيع الذهب بالذهب؟ نعم لا، من يعرف؟ هل يصح بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، يصح أو لا يصح؟ يصح بكم شرط؟ بشرطين، التقابض والتماثل، بشرط التقابض والتماثل. التقابض أن يقع التقابض بين البائع والمشتري في مجلس العقد، الثاني التماثل. كم جرام من الذهب؟ 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب، هذا متماثل أم لا؟ نعم 100 بـ100، يصح. إذن هذا الأخ لديه 100 جرام من الذهب قديمة، وجاء إلى الدكان الذي يبيع الذهب وقال أعطيك 100 غرام من الذهب المستعمل القديم وتعطيني 100 جرام من الذهب الجديد، يصح؟ نعم 100 بـ100 يا رجل، هذا مثل بمثل، وحصل التقابض، خذ وأخذ، هذا يصح ولا يصح؟ يصح، تقابض وتماثل، هذه الصورة الأولى، حصل التقابض وحصل التماثل. طيب هذا لديه 100 جرام قديم، وهذا لديه ذهب جديد، فقال هذا صاحب الدكان كيف يا أخي أخذ القديم وتعطيني الجديد؟ ما يصح، أخذ منك 100 غرام من الذهب القديم المستعمل ب80 جرام، يصح ولا يصح؟ وتقابضوا في مجلس العقد، يصح؟ لا يصح، هذا هو الربا. طب ماذا يصنع هذا؟ لديه ذهب قديم، يبيع الذهب القديم بكم؟ ب1000 يورو مثلا، ويأخذ المال ثم يشتري من هذا ذهب جديد. طيب هذه الصورة. الصورة الثانية، هذا الأخ قال طيب تشتري مني هذا الذهب؟ قال نعم، 100 بـ80 جرام، 100 جرام بـ100 جرام، يصح يا أخي؟ 100 بـ80 لا صح. طيب فقال له هذا أنا أشتري منك هذه 100 غرام ذهب مستعمل وقديم ب1000 يورو، قال طيب قبلت، فأعطاه الذهب، قال أعطيني 1000، قال لا اشتري مني ذهب الآن وأنا أخصم من القيمة، يصح؟ لماذا؟ لأنه لم يحصل التقابض الآن، مفهوم؟ وكأنه تحايل الآن على بيع الذهب القديم بذهب جديد مع التفاضل، صح؟ نعم. إذن إما أن يأتي ويقول خذ الذهب القديم واعطني المال، يضع المال في جيبه، يقول انتهى البيع، يقول الحمد لله، يقول لي الآن أن أمشي أو أشتري منك، صحيح؟ أي نعم، هكذا صحيح. طيب الفضة بالفضة لابد فيها من التقابض والتماثل، مفهوم؟ طيب العملة الورقية الآن،
هذا الأخ لديه 100 يورو ورقة واحدة، وجاء لهذا صاحب الدكان وقال أريد أن تصرف لي هذه 100. قال طيب 100 ب90 يورو يصح ولا يصح؟ يا رجل طيب ما يربح شيء، سبحان الله. لا، 100 ب100. اختلفت العملة، ذهب بفضة يصح ولا يصح؟ هذا لديه 100 غرام من الذهب، أراد أن يشتري من هذا 100 غرام من الذهب ب1000 غرام من الفضة، يصح؟ يصح بشرط التقابض في مجلس العقد. قال لا، تعطيني الذهب اليوم وإن شاء الله غدا أعطيك الفضة، يصح؟ إذا لابد من التقابض. وهنا تغير، ذهب بفضة يصح، ذهب بمال، وهذا الذي يعني عليه اليوم البيع أكثر ما يكون. يأتي إلى صاحب الذهب ويقول أريد منك 1 كيلو ذهب بكم؟ 1000 يورو مثلا. قال طيب خذ هذا 1000. أخذ الذهب؟ قال لا، غدا إن شاء الله أعطيك، يصح؟ لا صح. إذا لابد من التقابض، ولا اشترط التماثل. اجلس. قمح أو شعير مثلا، يقول قمح لديه الآن. إخواننا هنا في باب البيوع عندنا أشياء تكال. الكيل هو عبارة عن إناء يعني معروف زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نغير هذا المكيل بما هو متعارف عندنا اليوم. اليوم عندنا كل الأشياء موزونة بالوزن، هل نرجع إلى الكيل أو إلى الوزن؟ زكاة الفطر الآن صاعا من طعام، طيب الصاع من الطعام كم يساوي بالوزن؟ يختلف من رز إلى تمر وكذا، مفهوم؟ فماذا نصنع؟ نرجع إلى ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، القمح والشعير والزبيب والتمر. كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكال أو توزن؟ تكال. إذن نمشي فيها على هذا أنها مكيلة. في أشياء موزونة، مثل الآن مثلا زيت الزيتون، مفهوم؟ طيب، فالرجوع في هذا يكون على ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا مثلا الآن العلة في الذهب والفضة أنها العلة فيها الثمنية، ولهذا قلنا يجري الربا في العملات الورقية عندنا، ولابد في البيع بيع الذهب بالذهب من التقابض والتماثل، يعني يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وكذلك الذهب الفضة بالفضة. أما إذا كانت العلة الثمنية وتغير النوع، ذهب بفضة، ذهب بعملة ورقية، يصح بشرط التقابض. وعندنا إشكال هنا عند بعض الصرافين، الصراف الذي يصرف لك العملة الورقية، يأتي الشيخ إلى هذا الصراف ويقول لدي دولار أريد يورو. يقول طيب أعطني مثلا 1000 يورو وأعطيك 1500 دولار أو العكس. فأعطاه، يقول دقيقة أدخل إلى هذه الغرفة أأتيك
بالعملة الثانية صح؟ لا صح. فماذا يصنع هذا؟ يأخذ المال، يقول ائتني بالعملة الأخرى ونتقابض يد بيد، مفهوم؟ طيب، هذا أعطاه اليورو والثاني أخذ يعد، عد اليورو وضعه ثم عد الدولارات وأعطاه، يصح؟ يصح، هذا تقابض ولا إشكال في هذا. عندنا مسألة مشكلة، وهي بعض الشباب في المسجد الآن هنا يقول اسمع اصرف لي هذه العملة 100 يورو أعطيها الشيخ ويعطوني يعطيني إياها أوراق من فئة مثلا 20 موجود فئة 20 يورو 5 أوراق، يصح ولا يصح في المسجد؟ في المسجد نعم. هذا الشيخ يقول ما يصح في المسجد، ما يصح. هل الصرف بيع؟ نعم، هذا كتاب البيوع بيع. كيف ليس بيع؟ بيع. لو قال ليس عندي إلا 4 أوراق، أعطني 100 وأعطيك 4 أوراق فئة 20، أعطاه كم؟ 80، وقال إن شاء الله أعطيك 20 إذا خرجنا من السيارة، يصح؟ لا يصح، لابد من تقابض وتماثل أيضا هنا، لأنه يورو بيورو، الله يفتح عليك، ما يصح، مفهوم؟ وفي المسجد لا يصح، لأن الصرف إخواننا بيع. كيف بيع؟ نعم، ويذكر هنا في كتب الفقهاء. طيب، إذن العلة في الذهب والفضة 8، والعلة في التمر والشعير مطعومة، خرج بهذا ريال، هذا اللي يغسل به الملابس صابون ريال، تايد تايد وإريال. الشيخ لديه، نحن نسميه إريال، لديه إريال صابون غسيل الملابس، وهذا لديه تايد، هل يشترط التماثل في البيع هنا؟ لا، لأنه هذا ليس بمطعوم أصلا، يجري الربا في القمح والشعير والزبيب والتمر لأنه مطعومة، مفهوم؟ وكذلك أنها قوت ومدخرة على قول. فهل يجري الربا في الفواكه؟ لا. طيب، هل يجري الربا في الملح؟ نعم. ما العلة؟ العلة أنه يصلح به الطعام، إذن يجري الربا في البهارات الموجودة اليوم. مرة أخرى، بالنسبة للتمر والشعير والبر، العلة فيها أنها مطعومة، خرج بهذا غير المطعوم صابون غسيل الملابس إريال أو تايد، هذا لا يجري فيه الربا، وكذلك أنه مدخر أو قوت في البرتقال، هل يجري الربا في البرتقال؟ لا، برتقالة ببرتقالتين، يصح؟ يصح ولا إشكال. طيب، يجري الربا في الملح لأنه يصلح به الطعام، إذن يجري الربا في البهارات يا أخي، فلفل الأسود ومثلا الكمون، الله يفتح عليك. نعم. طيب، قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه، كيف نعرف أنه مكيل أو موزون؟ بالرجوع إلى ما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ لديه من القمح مثلا
لديه من القمح مثلا، ايش تقولوا مثلا، كيس من القمح، أراد أن يبيع كيس من القمح بكيس من القمح، هل يصح البيع أو لا يصح؟ قمح بقمح يصح أو لا يصح؟ ننظر، لابد. هذا مكيل أو موزون؟ زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيل، كم يساوي من الكيل؟ يساوي 100 مكيال، وهذا يساوي 90، فالبيع باطل، مفهوم؟ 100 بـ100 البيع صحيح بشرط التماثل، الحمد لله تحقق. يبقى معنا التقابض. لو ذهب إلى البقال وقال اسمع أريد منك سكر، قال أعطيك سكر هات المال، قال لا عندي سكر في البيت أعطيك به إن شاء الله غدا، الآن أنا محتاج للسكر أريد أصنع شاي للضيوف وغدا إن شاء الله تعالى أعطيك سكر، يصح؟ قمح حتى ترتاح. طيب قال أعطيني قمح الآن أريد أصنع خبز للضيوف وغدا إن شاء الله تعالى أعطيك قمح من البيت، كم؟ 20 مكيال من القمح أخذ اليوم يعطيه غدا إن شاء الله، يصح؟ لا يصح. هذا مكيل بمكيل من جنسه، لابد من التقابض والتماثل. قال أريد أن أشتري منك قمح بمال، أعطيك المال غدا، يصح؟ لا إشكال، مفهوم؟ طيب مكيل بهذين الشرطين، بمكيل من جنسه، مكيل بمكيل، قمح بقمح، شعير بشعير، لابد فيه من التقابض والتماثل. طيب قمح بشعير يصح ولا يصح؟ قمح بالشعير يصح بشرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط التماثل. 100 مكيال من القمح بـ20 من الشعير يصح؟ يصح ولا إشكال، مفهوم؟ طيب تمر بتمر بالشرطين تقابض وتماثل. الشيخ لديه تمر قديم وهذا لديه تمر جديد، قال أعطيك 20 مكيال من التمر القديم بـ10 من الجديد، يصح؟ لماذا يا أخي؟ قديم، هذا قديم فيه سوس، ماذا يصنع؟ يبيع التمر القديم وأتي بماله واشتري الجديد، مفهوم؟ طيب التمر أنواع عندنا، صح؟ تمر سكري بتمر برني، سكري ببرني، يصح ولا يصح؟ شرطين. هذا نوع من أنواع التمر وهذا نوع آخر من أنواع التمر، يصح بشرطين ولا بد، التقابض والتماثل. طيب باع صاع، الشيخ اللي يجيب عن هذا السؤال له جائزة إن شاء الله، باع صاع من التمر السكري بـ4 أمداد من التمر البرني، يصح البيع ولا؟ يا رجل صاع بـ4 أمداد، الله يفتح عليك بعد الدرس، الصاع يساوي 4 أمداد، فهذا تماثل. كان التقابض في مجلس العقد، نعم البيع صحيح. طيب إذا كان لدى هذا تمر وهذا لديه تمر، قال اسمع رأس برأس، أنا لا أدري عن مقدار هذا التمر، وقال أنا أيضا لا أدري عن مقدار التمر،
تأخذ مني هذا التمر وأخذ منك هذا التمر والحمد لله، يصح يا أخوانا؟ فهمت الآن؟ هذا قال والله ما أدري عن مقدار هذا التمر الذي لدي، وقال هذا أنا لا أدري، يا أخي حصل التراضي، يصح ولا يصح؟ لماذا؟ لأنه في جهالة هنا. ماذا نصنع؟ نكيل الأول ونكيل الثاني، تماثل الأول مع الثاني فالبيع صحيح بشرط التقابض، وإن لم تماثل البيع باطل. انتبه معي، بعض الشباب يصنع هذه المعاملة، يقول الشيخ تعطيني جوالك وأعطيك جوالي وما يريها الآن الجوال، يصح ولا يصح؟ قال خلاص اتفقنا، يصح البيع؟ لا يصح. أو يضع هكذا يده على الساعة، قال تعطيني ساعتك بساعتي موجود، يصح؟ لا، لأن لا ندري هل هذه يعني تساوي 10 أو تساوي 100، ولعل ساعة الشيخ تساوي 100، يصح؟ لا يصح أبدا، هذا البيع لا يصح لأنه فيه غرر وجهالة. طيب اجلس. يقول إذا جهلنا المقدار كأننا علمنا التفاوت، حرام. نعم، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب هل يصح بيع التمر في رؤوس النخل؟ هل يصح بيع التمر في رؤوس النخل؟ هذا الشيخ لديه مزرعة فيها نخل، وجاء هذا قال أريد أن أشتري منك هذا التمر، طبعا هو ليس بتمر الآن على النخل، هو رطب، هل يصح؟ لا يصح إلا في صورة يذكرها الفقهاء، وهي بيع ماذا؟ النخلة؟ ما هو صحيح بيع النخلة. بيع ماذا؟ بيع العراية، يعني بيع كأنه عارية. أنا أذكر لكم كيف تكون هذه الصورة. اجلس، هذا لديه بستان فيه نخل، ولديه طبعا عمال يعمل في هذا البستان، هو ما يستطيع هذا صاحب الرطب صاحب النخل أن يطعمهم رطب، ما يستطيع. لماذا؟ لأنه لو أطعمهم رطب قضوا على جميع البستان، لأن الآن لو تأكل من الرطب ما شاء الله تأكل كمية كبيرة، أما لو تأكل من التمر تأكل أكثر ما يكون 10 حبات في الغالب يعني وتشبع. فصاحب البستان في الغالب يحتاج إلى ماذا؟ إلى تمر، والناس تحتاج إلى رطب حتى تتفكه لأنه كأنه فاكهة. فهذا الأخ الآن يريد رطب وليس لديه مال يشتري به الرطب، لو كان لديه مال كان جاء إلى صاحب البستان وقال أعطني رطب وأعطيك المال، ينزل الرطب من الشجرة ويعطيه، يصح؟ يصح البيع هنا، هذا الوعاء فيه رطب أعطاه الرطب وهذا أعطاه المال، يصح؟ يصح. فهذا البيع الآن يصح في صورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يكون هذا محتاج للرطب وليس لديه مال، ليس لديه إلا التمر، فيعطيه تمر مقابل الرطب، لكن الرطب أين؟ لابد أن يكون على رؤوس النخل، لو كان الرطب في الأرض يعني بعد الجذاذ لا يصح البيع، هذا البيع في هذه الصورة، مفهوم؟ طيب نترك هذه الوقعات يعني إن شاء الله، أو نذكرها كامل. الأول أن يكون المشتري ليس لديه مال، لديه تمر، وأن يكون محتاج
لأكل الرطب، خرج بهذا إذا كان غير محتاج، يريد الرطب حتى يبقيه إلى أن يصبح تمر. الثالث أن يتقابض في مجلس العقد، يعني يعطيه الآن التمر وهذا يخلي بينه وبين النخلة، يقول خذ الآن النخلة هذه لك، متى أحببت تأتي وتأخذ منها الرطب. الثالث أن يكون هذا البيع فيما دون 5 أوسق. الخامس أن الأول أن يكون محتاج إلى الرطب لا إلى التمر، أن يكون فيما دون 5 أوسق، أن يتقابض، أن يخلي بينه وبين الثمرة. يبقى معنا بخرصها، كيف بخرص يخرص الرطب؟ يعني يقدر، هناك أناس لديهم خبرة، ينظر في الشجرة فيها رطب، يقول هذا الرطب يؤول تمر إلى 20 مكيال مثلا، فيعطيه هذا 20 مكيال من التمر ب20 مكيال من الرطب. الآن المسألة في الأصل محرمة، هل يصح بيع التمر بالرطب؟ هل يصح بيع التمر بالرطب؟ هذا لديه رطب وهذا لديه تمر، هل يصح بيع التمر بالرطب؟ ما هو الشرط؟ تقابض والتماثل لا يشترط؟ يا أخي التمر بتمر يعتبر الآن، لكن قلنا تمر برطب، هل يصح بيع التمر بالرطب؟ هذا لديه تمر وهذا لديه رطب، هل يصح البيع ولا يصح البيع؟ ما يصح، لأننا لا يمكن أن نعرف مقدار الرطب، لأنه ينقص إذا جف وأصبح تمر ينقص، فهنا لا لم يتحقق شرط التماثل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن بيع الرطب بالتمر، قال أينقص إذا جف؟ إذا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا علة التحريم، وهو أنه لم يتحقق شرط التماثل. طيب ننتقل أحسن من هذا، يقول ألا يقع العقد على محرم، والمحرم قال إما لعينه أو لوصفه، هل يصح بيع الأصنام؟ أوقف، بيع الأصنام يصح أو لا يصح؟ نعم يا أخي، بيع الأصنام يصح أو لا يصح؟ لماذا؟ حرام فقط؟ سبحان الله، بسم الله. طيب الآن أنت ترى أصنام تباع، إيش تصنع فيها؟ تشتريها؟ التماثيل يصح؟ لا. بيع الخمر لا يصح؟ طيب لأنه هذا فيه تعدي على الدين، مفهوم؟ طيب هل يصح بيع البيض؟ بيض 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 الدجاج يصح؟ بيع العنب يصح؟ هذا الأصل في بيع البيض وبيع العنب، جائز. جاء إليك إنسان وأنت لديك عنب وقال أريد أن أشتري منك هذا العنب حتى يصنع خمر، يصح ولا يصح؟ يا أخي قبل قليل قلت بيع العنب جائز، والآن عندما قلنا لك نريد يصنع خمر امتنعت. لماذا؟ لأنه هذا تعاون على الإثم والعدوان. بيع البيض حكمه ها حلال، لكن أراد بيع البيض لأنهم يعني يكون بينهم مثل ما أدري يسمى التحدي أو كذا، من يكسر البيضة من فوق، يصح البيع هنا؟ لا، لأنه يؤدي إلى محرم.
طيب كل ما أدى إلى محرم فهو محرم، مباح فهو مباح، أدى إلى مباح، يريد عنب حتى يأكل يصح، أشتري عنب حتى أكل، تعطيه، بيع أجهزة الهاتف المحمولة يصح، كمبيوتر، ما تعرف الكمبيوتر؟ نعم عارف الله، آيباد، أنا أتكلم عربي إن شاء الله يصح، لكن تعلم من هذا أنه يستعمل هذا المبيع في محرم تعطيه؟ لا، لكن الأصل في البيع، بيع الملابس، بيع المخدرات، مخدرات يا رجل، نعم تعلم المخدرات؟ الحمد لله، بيع المخدرات حرام ولا شك. طيب اجلس. طيب بيع الخمر، بيع الميتة، من يعرف ما حكم بيع الميتة؟ بيع الميتات يصح ولا يصح؟ اللي يعرف يرفع اسمه يا أخوان. نعم يا أخي، ننظر، ميتة جراد حلال، ميتة خنزير يا رجل لو حي ما يصح بيعه، كيف هو ميت؟ لا تتردد أبدا. ميتة البحر حلال، ميتة غنم، ميتة غنم حرام، ميتة كلب حرام كذلك، الأصنام، التمائم كلها حتى إن كانت من القرآن وارتاح. نعم طيب اجلس. البيع على بيع أخيه، بيع المسلم على بيع أخيه، اتفقنا أنا والشيخ أن أبيع جوالي، مفهوم؟ طيب بكم؟ ب100 يورو. أخذ الجوال وأخذت 100، جاء هذا قال سبحان الله تشتري هذا الجوال ب100، أنا أبيعك أحسن من هذا الجوال ب50. قال جزاك الله خير، يصح؟ لا يصح. أو جاء إلي قال كيف تبيع ب100؟ أنا أعطيك 120، يصح؟ وأنت ترى أحيانا بعض الناس في مجلس واحد أقول للشيخ تشتري؟ يقول نعم أشتري. بكم؟ 100. هذا يقول لا أنا أشتري 120، أو يقول لهذا لا 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 تشتري يا أخي، هنا أقرب محل يبيعك ب90. هذا إما البيع على بيع أخيه أو الشراء على شراء أخيه، هذا لا يجوز محرم. كذلك لدينا صورة بيع بالمزايدة، تزيد في السعر، مثلا يأتي إعلان في الجرائد والمجلات أنه في يوم كذا بعد العصر هناك سيارات تباع، تدخل السيارة الأولى، يأتي الناس افتتاح المزاد، يسموه مزاد، هذا 1000، تزيد 2000، تزيد 3000، هذا يزيد، هذا ليس بيع على بيع أخي لأنه ما تمت البيع الآن، مفهوم؟ طيب اتفق هذا وهذا على الإضرار بمن؟ بهذا الأخ. نعم، فقالوا ماذا نصنع؟ قال نأتي ونزيد، السلعة تساوي 100، فنزيد في السلعة، فاضطر هذا إلى الزيادة
وخذها بأكثر من الثمن تعارف عليه. إضرار بمن؟ بالبائع أو بالمشتري؟ بالمشتري. وقد يضر بالبائع يعني في زيادة السعر، أو يضر بالبائع والمشتري لأنه يرفع في السعر ثم لا يشتري، أو يرتفع السعر الآن ثم يأخذها هذا بأكثر من السعر المتعارف عليه أصلا. إذن هذا هو بيع النجش، أن يزيد في السلعة إضرارا إما بالبائع والمشتري وهو لا يريد الشراء أصلا. هذا حكم هذا الفعل محرم، وأنت تعرف أن بعض الناس يتفق على هذا، أو يتفق التجار يقول اسمع ما أحد يزيد، مجرد ما يفتح المزاد 100 120 130 قال الكل يتوقف حتى يضر بمن؟ بالبائع. اتفقوا الآن، تحاول عليه. طيب الآن المقامرة، بيع البيض للقمار محرم، العنب لمن يصنع خمر محرم، بيع السلاح، ما حكم بيع السلاح؟ السلاح السلاح نعم أسلحة، الأصل الجواز. دائما عندما تسأل عن أي مسألة تقول الأصل الجواز، والذي يدعي التحريم لابد أن يأتي بدليل. جاء إليك رجل وقال الله يرضى عنك أريد قنبلة أضعها في مسجد الأمير حتى نرتاح من الكل، وبخاصة هذا الذي يدرس، يصح ولا يصح؟ لا ما يصح. أو بيع السلاح وقت الفتنة، حصل تخاصم بين رجلين أو بين قبيلتين، وجاءت القبيلة الأولى قال نريد أسلحة، تبيع؟ لا. ما حصل الآن في بعض الدول، في بعض الدول من يعني قتال، فيأتي ويمد هؤلاء بالأسلحة، يصح؟ لا يصح، لأنه هذا بيع سلاح أين؟ وقت الفتنة، وانت وقت الفتنة إذا كان لديك سلاح تكسره حتى لا تقع في الفتنة، صحيح أم لا؟ أين الفتنة؟ في قتل المسلم أنت، حتى لا يذهب يعني في قتل مسلم. أنت تعرف أنه في بعض البلدان قتل مسلم لمسلم، إيه نعم موجود، وفي بعض البلدان مسلم لكافر، هذا الأشكال ما في عنده أشكال بالشروط اللي يذكرها الفقهاء. نعم اجلس. يبيع السلاح على قطاع الطرق، قاطع طريق يبيع السلاح، قاطع طريق. طب يشتري من قاطع الطريق السلاح، يا أخي فلان نعرف أنه قاطع طريق ويبيع أسلحة، هل يصح أن نشتري منه؟ سبحان الله، أنا ما أريد أن أصنع بالسلاح شيء، أضع عندي للطوارئ، يصح ولا يصح؟ إخواننا اشتري من قاطع طريق، أوقف، ليش ما يصح؟ صحيح، نعينه على ماذا؟ نعم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآن أنت تتعجب أحيانا، كم يساوي هذا؟ مستعمل كم يساوي؟ 400 يورو؟ ها؟ 400 يورو؟ لا ما أريد. طيب هذا يساوي 400 يورو، مفهوم؟ يأتيك إنسان يقول تشتري ب100 يورو؟ لو قال لك الآن، أنا لو أقول لك الآن في المسجد لا يجوز، نعم أعرفها، لو أقول لك خارج المسجد تشتري هذا ب100؟ تقول ما شاء الله فرصة ثمينة خذ، هل يصح هذا؟ انتظر. في الغالب أنه هذا الذي يعني ينقص السعر
شيء خيالي يعني 400 100. فهذا في الغالب أنه سارق، أو يقول لي هذا 50 يورو تريد خذ مباشرة وامشي، هل يصح؟ ما يصح، لأنه في الغالب أنه هذا مسروق، وأنت تعرف هناك أماكن موجودة صحيح يعرفها بعض الناس هدانا الله إياه لبيع الأشياء المسروقة، سوق سوداء. نعم، يقول هذه السوق السوداء فيها الأشياء المسروقة، هل يصح؟ لا يصح، لأن لو امتنعنا الآن من الشراء حتى هذا السارق يقول أسرق لمن؟ صحيح؟ نعم. فهل يصح الشراء من السوق السوداء؟ سوداء. من السوق البيضاء؟ نعم. لكن أنت تعرف أنه بعض الشركات أحيانا في نهاية العام تخفيضات هائلة، هذا ما يضر، يضر؟ إيه ما يضر، اجلس. طيب، عندنا مسألة يكثر السؤال عنها. الشيخ عندما جاء إلى العمرة اقترض مني 1000 ريال سعودي، مفهوم؟ اقترض كم؟ 1000 ريال سعودي. فالآن جئت له هنا أعطني حقي، قال والله ليس لدي عملة سعودية، ريال سعودي ما عندي، أعطيك يورو، يصح أو لا يصح؟ اصبر يا أخي، الآن لو أخذ مني ريال سعودي بيورو يصح؟ يصح بشرط ماذا؟ تقابض، لابد من التقابض صح؟ ولا اشترط التماثل، لأن عملة سعودية بعملة أجنبية. لكن عندما اقترض مني الآن، اقترض مني كم؟ 1000 ريال سعودي، والآن وقت السداد يريد يعطيني يورو، فلعل هذا تحايل على الربا أول، لأنه إذا أردنا أن نتعامل أعطيه سعودي يعطيني يورو لابد من التقابض، وهنا لم يحصل التقابض. لماذا؟ لأن هذه القضية ليست ببيع، هذا قرض. فالآن قال أعطيك يورو، ليس عندي ريال سعودي، هل يصح؟ يصح بشرطين. بكم؟ بشرطين، أن يحصل التقابض في مجلس العقد، يعني لابد أن يدفع لي كل الدين، ما يصح يقول أعطيك اليوم النصف وغدا أعطيك النصف آخر، ما يصح، لأننا الآن انتقلنا من القرض إلى صرف، صح؟ أي نعم، والصرف يشترط فيه تقابض. قال أعطيك اليوم، هو الآن نظرنا الشرط الثاني أن يكون إعطاء العملة الثانية بسعر الصرف اليوم. كم تساوي 1000 ريال سعودي اليوم عند الصرافين؟ 200 يورو. قال أعطيك اليوم 100 وغدا 100 ثانية، يصح؟ لا يصح. إذن بشرطين، التقابض ولا يتفرق بينهما شيء، وأن يكون الصرف بسعر اليوم. كم يصرف هؤلاء؟ قال 500 ريال سعودي ب100 يورو، إذن يعطيني 200 وننصرف، هكذا يصح وغير هذا لا يصح، مفهوم؟ لكن بشرط لا يكون القرض في أول الأمر بغرض التحايل على الربا. طيب، بيع عندنا الآن بيع الثمار وبيع الأصول في الأشجار. البيع الآن، بيع الأصول والثمار، لديه مزرعة فيها نخل، وجاء هذا الأخ واشترى منه المزرعة بما فيها، اشترى الأرض كامل بما فيها، وقت الحصاد جاء هذا البائع وقال الرطب لي،
سبحان الله، يصح هذا ولا يصح؟ إخواننا الصورة، هذا لديه مزرعة كبيرة جدا فيها نخل، وهذا الأخ اشترى منه المزرعة. طيب وقت الحصاد جاء البائع وقال التمر لي، قال يا أخي لم نكتب هذا في العقد. يقول هذا معروف في الشرع، لأن البائع الآن لقح الثمرة، فإذا لقح الثمرة بعد أن تؤبر يعني كانت ملقحة، فالثمرة لمن؟ للبائع لا للمشتري، وإن كانت لم تلقح فالمشتري له كل شيء. مفهوم؟ إذن في الشرع إذا باع النخل وكان قد لقح هذا النخل، لأن النخل لابد له من تلقيح ليس كباقي الأشجار، مفهوم؟ وهذا معناه أنه تعلق بالثمرة، الآن الشرع يعطيه الثمرة، إلا إذا اشترط المشتري وقت البيع قال الثمرة لي، مفهوم؟ قال مفهوم، وتوقع على هذا، وقع فالحمد لله. طيب إذا باع أشجار، الأشجار هذه فيها زيتون ورمان وبرتقال وتفاح، كانت الثمرة ظاهرة، فهذه الثمرة لمن؟ للبائع. نعم، لأن البائع الآن تعلق بهذه الثمرة عندما خرجت، مفهوم؟ طيب كذلك الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. نعم، طيب هل يصح بيع الآن؟ بيع الأصول يصح، يبيع الأشجار كاملة يعني الأرض يصح، يصح، لكن لابد أن تكون الثمرة الظاهرة لمن؟ للبائع. وإذا كان نخل وقد لقح يعني هذه الأشجار النخيل فله التمر، إلا إذا اشترطها المشتري عند العقد. طيب الآن نريد ننتقل إلى أمر آخر، الآن بيع الثمار، بيع الثمار هل يصح أو لا يصح؟ ننظر إلى الثمرة، يصح بيع الثمار بعد بدو الصلاح، يعني بعد أن تكون صالحة للأكل، لأنه قبل بدو الصلاح لا يصح البيع. طيب بيع الحبوب، الحبوب كيف نعرف بدو الصلاح فيها؟ نعرف الآن في العنب أنه يطيب للأكل، يصبح حلو المذاق، وفي بعض الثمار يتغير اللون، صحيح؟ تغير اللون، يعني الآن الرطب يكون في أول الأمر أخضر ثم هذا يكون أصفر، تغير اللون هنا، هذا علامة على بدو الصلاح. الحب كيف يعرف الصلاح؟ يشتد، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، الصر البرد الشديد، أكثر ما يضر بالحبوب الرطوبة، صحيح؟ ولذلك تجد النمل الآن إذا دخل شيء من الماء إلى ما هم يعني ادخروا داخل الأرض يخرجوه حتى يجف ثم يدخل مرة أخرى. نعم، طيب دائما يعني في الغالب أن الإنسان يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، صحيح؟ فعندما يرى هذا الجوال في يد أخيه يريد أن يمتلك هذا الجهاز، في العادة في البيع أنه دائما يعني في الغالب أن بعض الناس يستعجل أحيانا في الشراء، والبعض يستعجل في البيع،
فجعل الله سبحانه وتعالى لنا سعة في البيع وهو ما يسميه الفقهاء بالخيار، مفهوم؟ يسميه العلماء بالخيار، إنه يختار يمضي في هذا البيع أو لا يمضي، يمضي في الشراء أو لا يمضي، سواء من البائع أو من المشتري، هذا ما يسميه الفقهاء بالخيار، يعني يختار أنه يتم هذه الصفقة أو يرجع عنها. طيب، هذا الأخ قلت له تبيعني هذا الكتاب؟ قال نعم. بكم؟ قال ب1 يورو. ما يساوي شيء هذا، طبعا رديء يا رجل. نعم. طيب، 1 يورو. أعطاني الكتاب وأخذ مني 1 يورو. البيع تراضي ومالك، لا ظلم لا غرر لا ربا، الحمد لله. إذن البيع صحيح. أخذ يفكر، قال لا، كيف أبيع ب1 يورو؟ أنا ما أريد البيع، يبقى عندي ولا أبيع هذا الكتاب ب1 يورو. فننظر الآن، هذا هو الآن أنه يختار أنه يرجع في العقد أو أنا أرجع في الشراء. خيار، الخيار أنواع. النوع الأول خيار المجلس، يعني الآن إحنا ما زلنا في المجلس أو افترقنا أنا والأخ، ما زلنا في المجلس، إذن يثبت له الخيار طالما نحن في مجلس واحد. حتى لو بقينا في هذا المجلس أنا والأخ في الطائرة، والطائرة تسير 10 ساعات، فالخيار أحيانا يكون 10 ساعات، مفهوم؟ هذا يسميه العلماء خيار المجلس. لكن أنا أريد أن أسقط على الخيار، أقول انتظرني دقيقة، أخرج خارج المسجد وأرجع، تحايل على إسقاط الخيار على البائع، يصح؟ لا يصح، يعامل بنقيض قصده. أو هذا الأخ قال أريد أرتاح، نسقط الخيار أو أسقط أنا الخيار عن نفسي، الله سبحانه وتعالى أعطاه حق وأسقطه، ماذا نصنع؟ يصح ولا إشكال. إذن هذا النوع الأول من الخيار، خيار المجلس، مفهوم؟ إذن طالما أن البائع المشتري في المجلس أو في الدكان، دخل للدكان، بكم تبيع هذا الثوب؟ قال ب100. قال والله طيب، خذ ال100. ولم يخرج من الدكان قال لا ما أريد هذا الثوب، قال بع، امشي لعاب أنت. يقول لا، ثبت لي الخيار، ترد الثوب، ترد الثوب شئت أم أبيت، صح؟ لكن خرج ورجع بدون تقصد، يعني تقصد إسقاط الخيار، رجع قال ما أريد هذا الثوب، ماذا نصنع؟ الآن انتهى وقت الخيار، انتهى، نرشد البائع، نقول اسمع، هذا الآن الواقع يسميه العلماء إقالة، ومن أقال مسلما عثرته. يا أخي يستحب لك الآن إقالة هذا المسلم، فماذا تقول؟ أراد الحمد لله فهو مأجور، وإن لم يرد فالبيع لازم الآن، مفهوم؟ طيب، مرة أخرى، إذن الخيار أنواع، النوع الأول خيار المجلس، فللبائع والمشتري الخيار ما لم يتفرقا، تفرقا أصبح البيع لازم، وقبل هذا البيع غير لازم، لكل واحد منهما الفسخ، مفهوم؟ طيب، الثاني خيار الشرط، خيار الشرط، تبيعنا هذا الجهاز؟ قال نعم. بكم؟ 400. أقول طيب، لكن بشرط، هذا خيار إيش؟
الشرط، يقول أشترط أجرب هذا الجوال إلى غدا صلاة الظهر، يصح؟ يصح ولا يصح؟ هذه معاملة عندكم كثيرة جدا، يصح؟ لا صح. جئت قبل الظهر قلت امسك ما أريد، أعطني 400، ماذا يصنع؟ يصح يرجع لي؟ ولا بد. جئت بعد الظهر لا، إلا من باب الإقالة. خيار الشرط أنت تعرف الآن، يكتب على بعض السلع ضمان 5 سنوات، لو قبل 5 سنوات بدقيقة أرجعت السلعة يرجعوها لك ويصلحوها وكذا، صحيح؟ شرط، هذا معروف خيار الشرط. طيب، خيار التدليس، بعض الناس يدلس عليك، يعني يكون الظاهر شيء والباطن شيء آخر. هذا الجهاز، ما يصح هذا الجهاز، ماركة صحيح؟ آيفون صحيح؟ طيب، فالجهاز هذا آيفون، دلس على المشتري وقال هذا آيفون وكالة وهو صيني، فأخذ هذا لا يعرف في الأجهزة مثلي، اشترى 400 وهو لا يساوي 10 يورو، وذهب ونظر في الجوال ونظر في هذا، قال هذا صيني ليس بماركة مثلا، جاءني وقال أعطني 400 يورو، أقول لا تم البيع، يصح؟ لا، هو دلس علي، والسعر يعني من 400 إلى 10، لأنه قد يكون أحيانا تعرف لابد في البيع في ربح، لكن هنا أحيانا يكون الربح في الثمن شيء يعني خرج عن العادة أصلا، مفهوم؟ طيب، وهذا ما يسميه بعض الفقهاء بخيار الغبن، يعني هذا الجهاز يساوي 400، وهذا غريب لا يعرف، جاء إلى الحجة ولا العمرة ويريد أشتري جهاز بكم؟ أقول 4000 يورو، العرف 400 500 هكذا، 4000 يا رجل، هذا يثبت له الخيار الآن. لماذا؟ لأنه حصل غبن وشيء خارج عن العادة أصلا، أو بزيادة سعر، هو لا يدري هذا، عندما حصلت المزايدة زاد وزاد وزاد، وصلت السلعة إلى 100,000 وهو لا يعرف، ولا يعرف أنه هذا نجش، السلعة أصلا ما تساوي 50,000، فاشترى الآن، وبعد أن اشترى اتضح له أن هؤلاء اتفقوا ورفعوا في السلع للإضرار به، يرجعها؟ يرجعها ولا بد. طيب، أو بتلقي الجلب، تلقي الجلب، عندنا أصحاب المزارع يسكنوا خارج المدن، لماذا؟ لأن هناك المزارع أصلا، فيأتي يريد الدخول إلى المدينة حتى يبيع مثلا الجبن، مثلا هنا عندكم جبن، فهذا يقف على الطريق، طريق القرى الذي يؤدي إلى المدينة، فيستقبل هذا، يقول عندك جبن؟ يقول نعم، بكم؟ قال والله أنا ما أدري عن السعر، لا أعرف السعر، أأتي للمدينة وأبيع، قال نشتري منك 10، وهي تساوي كم؟ 100. فماذا نصنع هنا في هذه الحالة؟ يأتي هذا صاحب الجبن المزارع إلى المدينة وينظر الأسعار،
إن أراد إمضاء البيع أمضاه، وإلا فسخ البيع. إذن يثبت الخيار بالغبن، بأن يغبن برفع السعر بأكثر مما عليه الناس وجرت عليه العادة، أو بالزيادة في السعر لمن لا يريد الشراء، أو بتلقي الجلب. خير التدليس ذكرنا أنه يدلس عليه، يدلس عليه أحيانا في بهيمة الأنعام، يترك هذه الماعز، يترك الحليب ولا يحلبها مدة أحيانا يوم كامل أو يومين، فيأتي هذا ويجد هذه ما شاء الله الضرع ممتلئ، فيظن أن هذه الماعز حلو، فماذا يصنع؟ يزيد في السعر. الآن متى يكتشف هذا؟ عندما يحلبها، يحلبها الآن، ينتظر ما تمتلئ مثل ما كانت وقت البيع، فيثبت له الآن هنا الخيار. إن أراد فسخ البيع له الفسخ، لكن يعطيه مقابل الحليب ماذا؟ صاع من تمر، مفهوم؟ نعم. طيب، الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى. قبل صلاة الظهر نكمل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. 11:30 إن شاء الله تعالى.